أهلا وسهلا بحضراتكم في حكيم أعصاب. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التصلب المتعدد أو الـ MS، المرض الغامض اللي بدأ ينتشر في الفترة الأخيرة بين الشباب. هنعرف كل حاجة عن الـ MS، أسبابه وأعراضه، طرق التشخيص وطرق العلاج. إيه هو مرض الـ MS؟ الـ MS هو مرض مناعي، فيه المناعة بتتجنن. يعني ايه المناعة بتتجنن؟ يعني المناعة بتقرر ان هي بدل ما تهاجم الاعداء وتهاجم الميكروبات، تبدأ انها تهاجم جسمنا. تهاجم جسمنا تحديدا الجهاز العصبي، وتحديدا الخلية العصبية، وتحديدا غلاف الميلين اللي هو الغلاف الدهني المغلف للخلية العصبية. لو بصينا على الصورة هنا هنلاقي ان احنا عندنا ده شكل الخلية العصبية. الخلية العصبية زي ما احنا شايفين عاملة زي الشجرة، ده الجزء بتاع الشجرة، ودي اوراق الشجرة، وده الجذور بتاعت الشجرة. خلينا بقى نتكلم على الجزء ده. الجزء ده زي ما احنا شايفين ملفوف حواليه لفة، اللفة دي اسمها الميلين، عاملة بالظبط زي لفة الهدايا. الخلية العصبية دي هدية من ربنا، دي اللي بيتم من خلالها انتقال كل الإشارات والنبضات العصبية اللي بتحكم كل حاجة احنا بنعملها. هدية ربنا ادهلنا، واحنا دايما متعودين لما بيبقى عندنا هدية غالية ان لازم نلفها لفة هدايا عشان هدية ما تتكسرش. فربنا لف الخلية العصبية وتحديدا المحور بتاعها ده اللي هو الجذع الشجرة ده، لف ولفة هدايا بغلاف دهني اسمه الميلين. الغلاف ده وظيفته ايه؟ ان هو بيحمي وبيغذي وبيسرع نقل النبضة العصبية او الاشارة العصبية. اذا وجوده مهم جدا جدا. طب ايه اللي بيحصل بقى في الـ MS؟ اللي بيحصل في الـ MS ان الخلايا المناعية المختلة دي اتجننت في عقلها وقررت ان هي بدل ما تدافع عن جسمي تهاجم جسمي، وتحديدا تهاجم الميلين. فلما تهاجم الميلين تعور الميلين، وبالتالي الخلية العصبية بعد ما كانت محمية بغلاف الميلين بقت للأسف عليها شوية ميلين متقطع، أو ما عليهاش ميلين خالص، وده يخليها مش محمية، مش متغذية، وفي نفس الوقت مش قادرة توصل النبضة العصبية كمان بقى. طيب منين جت التسمية بتاعت الـ MS؟ الـ MS اسمه التصلب المتعدد، يعني Multiple Sclerosis، والاسم القديم بتاعه DS أو Disseminated Sclerosis أو تصلب المتناثر. في البلاد العربية بيسموه التصلب اللويحي. كل حاجة منهم ليها معنى، كلهم في الآخر نفس المرض اللي هو الـ MS. التصلب معناها أن أنا عندي جزء من المخ بدأ يتصلب نتيجة الالتهاب اللي حصل فيه. متعدد ومتناثر معناها أنه هو جاي في حتت متفرقة من المخ والجهاز العصبي كله، يعني ممكن كمان يجي في النخاع الشوكي. كلمة اللويحي دي بيقولوها في البلاد العربية، ما يعرفوش قوي في البلاد العربية التصلب المتعدد، ولكن بيقولوا عليه التصلب اللويحي، جاية من كلمة اللويحات. اللويحات اللي هي البطش البيضة الصغيرة اللي موجودة في المخ، اللي موجودة في الأشعة بتاعت مريض الـ MS، اللي احنا هنشوفها ان شاء الله واحنا بنتكلم في الحلقة على الأشعة بتاعت مريض الـ MS. الـ MS مرض بيجي اكتر في الشباب، ممكن يجي قبل 20 سنة. عندنا مرضى عندهم اطفال صغيرين 3 و4 سنين عندهم MS، وفي مرضى ممكن يبدأوا الـ MS في سن 60، بس ده الحقيقة مش القاعدة. القاعدة عندنا ان هو ما بين 20 سنة ل40 سنة، قبل كده اقل شوية في المعدل، بعد كده اقل شوية في المعدل. هنتكلم على اعراض مرض الـ MS وازاي بنعرف ان ممكن يكون عندنا MS. اول حاجة اعراض ليها علاقة بالرؤية، يعني ازدواجية في الرؤية، او ان المريض يشوف جزء من الصورة اسود. تاني عرض عندنا هو التنميل. التنميل من الاعراض المشهورة جدا، نحس بتنميل في ايدينا، تنميل في رجلينا، تنميل في الايد والرجل مع بعض، اي حاجة ممكن، دراع اليمين، دراع الشمال، الرجل اليمين، الرجل الشمال، كل جسم ينمل، وش ينمل. التنميل من اشهر اعراض الـ MS. تالت عرض عندنا هو الحركة. اجي اطلع السلم الاقي فيه تقل في الحركة، اجي اطلع الرصيف الاقي فيه تقل في الحركة، يبقى فيه تقل في ايديا او تقل في رجليا. رابع عرض عندنا هو الاتزان. احس ان انا مش موزون، ماشي بتطوح يمين بتطوح شمال، حاسس ان انا مش موزون. خامس عرض عندنا هو التحكم في الاخراج، يبقى عندنا مشكلة في التحكم في البول. المريض يقول ان انا مش بلحق نفسي، مجرد ما احس بالرغبة ان انا عايز اخش التويلت ما الحقش اروح للتويلت، الاقي البول ساب عليا كله. ناس كتير هتقول ده احنا كده اكيد عندنا MS، ده احنا عندنا كل الاعراض دي حصلت معانا، احنا جالنا تنميل وجالنا ازدواجية في الرؤية وجالنا تقل في الحركة وجالنا عدم اتزان وساعات البول بيسبقنا، احنا كده خلاص بقينا MS رسمي. لا، الكلام ده مش صحيح. الاعراض اللي احنا قلناها هي
فعلا بتحصل كتير لناس كتير، ولكن أعراض الام اس لازم بتبقى أعراض واضحة وصريحة وقوية ومستمرة وتقعد أكتر من 24 ساعة. ممكن كل ما زادت كل ما بقيت متأكد أكتر إن دي أعراض ام اس، يعني قعدت أسبوع 10 أيام أسبوعين شهر، كل ما العرض طول معايا أبقى أنا متأكد أكتر إن دي من أعراض الام اس. الام اس بيجي في شكل هجمات. يعني ايه هجمات؟ يعني الجهاز المناعي المختل ده، الخلايا اللي اتجننت دي، قررت انها تهجم على المخ، تنط من فوق سور المخ وتنزل تهري الميالين ضرب. فلما تهري الميالين ضرب يحصل هجمه نتيجه التهاب في خلايا المخ. ايه انواع الام اس؟ انواع الام اس عندنا 3. النوع الاولاني هو النوع الراجع المنتكس. يعني ايه الراجع المنتكس؟ اللي هو الار ار ام اس، اللي هو بيجي في شكل هجمات، يعني هجمه وتفك، هجمه وتفك، هجمه وتفك. ممكن المريض بعد انتهاء الهجمه يرجع كأن شيئا لم يكن، يعني يرجع سليم تماما مفيش حاجه خالص موجوده معاه، او ان هو يرجع بس مش زي ما كان. يعني ايه؟ يعني يتبقى شوية تعب خفاف قوي من اثار الهجمة دي. النوع ده اسمه RR MS او الراجع المنتكس، وهو النوع الاشهر ما بين مرضى الام اس. النوع ده بيمثل 70% من مرضى الام اس. طيب 30% المتبقيين متوزعين ما بين التقدمي الثانوي والتقدمي الاولي. يعني ايه تقدمي ثانوي؟ تقدمي ثانوي يعني مريض بدأ حياته مع الام اس كراجع منتكس، يعني RR MS، يعني مطبات، اتاك وتفك، اتاك وتفك، هجمة وتفك، مطبات. بعد كده خد سكة النزول التدريجي. يعني ايه نزول تدريجي؟ يعني تقدمي ثانوي، يعني كل يوم هو بيحس ان هو اقل من اليوم اللي قبله، كل سنة هو حاسس ان هو عمال ينزل في المستوى بتاع المرض بتاعه. طيب ده اسمه تقدمي ثانوي. اما ايه التقدمي الاولي؟ التقدمي الاولي ده ما عداش خالص على مرحلة المطبات، ما عداش خالص على الاتاكس او الهجمات، ما مرش بالمرحلة دي. هو من الاول خد السلوب او خد المنحدر اللي نازل عليه بالتدريج لحد ما يوصل لمرحلة ان هو المشي يبقى عنده صعب. حصل التدريج ده على مدار قد ايه؟ على مدار سنوات طويلة. ده اسمه التقدمي الاولي، وده اقل الانواع شيوعا، يعني تقريبا 5% من المرضى او اقل ممكن يكون عندهم التقدمي الاولي. ازاي بنشخص الام اس؟ الام اس من الحاجات الصعبه جدا في تشخيصها حتى على دكاتره المخ والاعصاب، لانه ممكن يتشابه مع امراض تانيه كتير. انا كدكتور مخ واعصاب مطلوب مني ان انا افرق ما بين الام اس وما بين مشابهاته. اول حاجه اشخص بيها مريض الام اس هي الاعراض. لازم الاعراض تبقى اعراض ام اس. يعني ايه؟ الخمسه الكبار اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هم اضطراب في الرؤيه او اضطراب في الاحساس والتنميل او اضطراب في الحركه او اضطراب في الاتزان او اضطراب في التحكم في الاخراج. الخمسه الكبار دول هي الاعراض الرئيسيه والاساسيه للام اس. لازم يبقى عندي حاجه منهم عشان اقدر اقول ان انا مشتبه في ام اس. ما ينفعش مثلا مريض يجي لي يقول لي انا شكوتي الرئيسيه فقط صداع واقول له كده انت ام اس. لا، ما ينفعش، الصداع ليس من الاعراض الكبار. يبقى كده أول حاجة. رقم 2، الفحص الإكلينيكي. لازم أشوف المريض وأكشف عليه عشان أتأكد إن فعلاً في علامات الأم أس موجودة عليه. رقم 3، أشعة رنين مغناطيسي على المخ، ودي مفيش بديل ليها. ما ينفعش أعمل أشعة مقطعية، ما ينفعش ما أعملش إشاعة، ما ينفعش أشعة المخ تطلع طبيعية تماماً وأقول إن ده مريض أم أس. لازم أشعة المخ يطلع فيها بطش بيضة زي اللي احنا شايفينها دي بالظبط. البطش البيضة دي كل واحدة منهم تعني التهاب، ان حصل التهاب نتيجة الهجمة اللي عملتها الخلايا المناعية على الخلية العصبية، عورتها وعملت البطش البيضة دي مكان التعويرة. يعني كل دي تعوير، بس تعوير بيضة اسمها البطش البيضة او اللويحات، وعشان كده بيتسمى في البلاد العربية التصلب اللويحي. لازم كمان نعمل أشعة على الفقرات العنقية. ليه الفقرات العنقية؟ عشان الفقرات العنقية دي ماشي فيها النخاع الشوكي اللي هو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده هو فيه بطش بيضة ممكن تبقى موجودة. ده بالعكس، ده أنا بالنسبة لي كدكتور مخ وعصاب البطش البيضة في النخاع الشوكي بتخليني متأكد إن ده MS أكتر من اللي موجودة في المخ، لأن المخ ممكن يبقى فيه بطش بيضة نتيجة أسباب كتير قوي، لكن بطشة بيضة في النخاع الشوكي غالباً ده بيبقى MS. أنا ممكن أعمل الأشعة على
الفقرات العنقية، وممكن أنزل تحت شوية على الفقرات الصدرية، دي تكملة النخاع الشوكي، وبرضو وجود البطش البيضة فيها بيؤكد إن أنا عندي أماس. الفحص الرابع اللي هعمله بعد كده فحص البزل، ودي بقى الخناقة. لازم هنا بنتخانق أنا والمريض أو المريضة. ليه؟ خايفين نعمل البزل. إيه هو قصة البزل؟ البزل إحنا بيبقى عندنا في أسفل الظهر في إبرة صغيرة خالص بنحطها بنج موضعي عشان نحصل بيها على شوية سائل، نجيب شوية سائل ونحللهم عشان نعرف المريض ده عنده أم أس ولا لأ، عشان بنعمل فيه بعض التحاليل المناعية. طيب الخناقة جاية منين؟ جاية من إن المريض أو المريضة خايفة إن هي تعمل البزل ده عشان الألم. البزل ده هو نفس البزل أو نفس الحقنة اللي بيتعمل بيها البنج النصفي لأي حد عمل بنج نصفي، ولو ست ولدت بولادة قيصرية هتلاقيها عملت نفس الحقنة دي بالظبط. طيب ما الخايفة ليه بقى؟ خايفة عشان الألم بتاعها، وخايفة عشان بعدها ممكن يحصل شوية صداع. الصداع اللي بعدها ده ممكن بياخد يوم أو يومين مش أكتر من كده، ولكن أهمية البزل إنها بتؤكد لي التشخيص. معنى كده إن أي مريض أم أس أنت شخصته طلبت منه بزل؟ لا، مش كل المرضى هطلب منهم البزل. امتى اطلب البزل؟ اطلب البزل في حالتين. الحاله الاولانيه لو انا مش متاكد قوي من التشخيص، ساعات بيبقى التشخيص واضح جدا من الاعراض ومن الاشعه، انا مش محتاج حاجه اضافيه، مش محتاج دليل اضافي يؤكد لي ان المريض ده عنده ام اس. لكن ساعات بيبقى الموضوع شكله رمادي شويه، جريش شويه، مش متاكد اذا كان فعلا المريض ده عنده ام اس ولا لا. في الحاله دي بطلب البزل عشان يؤكد لي التشخيص. الفايده الثانيه من البزل ان هو ممكن لو لقيت الاجسام المناعيه اللي موجوده في البزل دي ممكن تؤكد لي ان المريض ده عنده ام اس مش متلازمه السرير المعزوله. ايه متلازمه السرير المعزوله دي؟ انا عارف انه حاجه غريبه شويه، المتلازمه السريريه المعزوله حاجه شكلها غريب واسمها غريب شويه. دي بنطلقها على المرضى اللي حصل فيهم هجمه واحده فقط. بمعنى ايه؟ انا عشان اشخص ام اس محتاج كذا هجمه. لو مريض حصل فيه هجمه واحده فقط ده غير كافي لتشخيص الام اس. هتقولي ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا حصل لي هجمه واحده بس والدكتور شخصني ام اس، معنى كده ان التشخيص ده غلط؟ لا مش غلط. لما بيبقى عندي هجمه واحده بس انا ببقى عايز دليل اخر ان انا عندي ام اس غير ان انا استنى هجمه ثانيه. مش معقوله هفضل مستني حدوث هجمه ثانيه عشان اشخص ام اس. فعشان اسرع بالتشخيص بعتمد على وجود دليل اخر. احد الادله الاخرى اللي بعتمد عليها عشان ااكد ان انا ام اس ان انا الاقي في البزل الاجسام المناعيه اللي قلنا عليها، ومن هنا جت اهميه البزل. عشان خاطري ما تقعدوش تنكفوا فينا قوي في موضوع البزل ده، لانه فعلا فعلا مهم جدا بالنسبه لنا وبيؤكد التشخيص. رقم خمسة، في بعض التحاليل اللي لازم بنعملها. التحاليل دي مهمة جدا. ليه؟ عشان بستثني بيها الأمراض المناعية الأخرى. أصل الام اس ده عارفين يخلق من شبه 40، في 40 شبه الام اس، يعني عندي امراض كتير جدا تشبه الام اس، زي مثلا مرض بهجت، مرض تركي كده معروف، ممكن بيجي بقرح بالفم وقرح في المناطق التناسليه، ومن الامراض اللي ممكن تشبه الام اس جدا. ممكن يشبه مرض شهير جدا اسمه الان ام او، هنتكلم عليه ان شاء الله في فيديوهات لاحقه في حكيم اعصاب، هنتكلم على الان ام او والفرق بينه وبين الام اس. أمراض تانية كتير تشبه الام اس، وبالتالي التحاليل دي بتساعدني ان انا اطمن ان اللي عند حضرتك ام اس مش حاجة تانية من المشابهات. رقم ستة، ممكن نعمل بعض الفحوص الإضافية زي مثلا أشعة التماسك البصري على العين، أحيانا ممكن بنحتاجها، وممكن بعض الدكاترة بيطلبوا حاجة اسمها جهد مسار بصري، ولو إن الجهد المسار البصري الحقيقة أهميته في التشخيص تراجعت بشكل كبير. أنا شخصيا ما بطلبوش خالص في الفترة الأخيرة إلا لدواعي بسيطة جدا، ممكن نعمله وممكن ما نعملوش، ما هواش مهم قوي معايا في التشخيص. إزاي بنعالج الأم أس؟ علاج الام اس بينقسم الى اربع محاور. المحور الاولاني علاج الهجمه، لو مريض او مريضه جات لها هجمه ازاي نعالجها. اول حاجه سوليمدرول، كلنا حافظينه وعارفينه، اللي هو محلول الكورتيزون في الوريد. محلول الكورتيزون في الوريد يتاخد لمده تتراوح ما بين 3 ايام ل 7 ايام. ليه 3 ايام ل 7 ايام؟ على حسب حده وشده ومده الهجمه. لو هجمه شديده وقويه ممكن اوصل ل 7 ايام، هجمه خفيفه ضعيفه لطيفه ظريفه ممكن اخد بس 3 ايام. يجي السؤال الثاني، لازم بعد ما اخد السوليمدرول او محلول الوريد ان انا اخد اقراص كورتيزون؟ الاجابه مش لازم.
ليه مش لازم؟ لأنه أحياناً ممكن نحتاجها وأحياناً لا. معظم المدارس القديمة كانت بتقول إن إحنا ناخد الأقراص، معظم الأبحاث العلمية الحديثة دلوقتي بتقول لا، مش لازم إن إحنا ناخد الأقراص. الهجمة بتخلص إمتى؟ الله أعلم. يعني ممكن جداً من أول محلول أبقى كويسة، ممكن جداً من تاني أو تالت محلول أبقى كويسة، ممكن بعد ما أخلص، ممكن تخلص المحاليل وأنا لسه مش حاسة بتحسن. لو ده حصل ما نقلقش، لأن الكورتيزون بيفضل شغال في جسمنا حتى بعد ما المحاليل تنتهي. يعني المحاليل خلصت بس الكورتيزون لسه شغال جوه جسمي، فلازم انتظر شوية قبل ما أقول إن خلاص كده الكورتيزون مش جايب معايا نتيجة. إيه ده؟ هو ممكن الكورتيزون ما يجيبش نتيجة؟ طبعا ممكن الكورتيزون ما يجيبش نتيجة، وفي الحالة دي لازم إن أنا أروح لحاجة تانية. زي إيه؟ زي فصل البلازما. جلسات فصل البلازما ممكن نعتمد عليها لو الكورتيزون ما جابش نتيجة، ولكن في معظم الهجمات الكورتيزون بيجيب نتيجة، ونتيجة فعالة وقوية. تاني محور في العلاج هو علاج الأعراض. لازم المريض يخف، يحس ان العرض اللي هو زعلان منه اتحسن. يعني عنده ألم يبقى لازم ياخد مضادات للألم، عنده عدم تحكم في البول يبقى لازم حاجات تساعده على التحكم في البول، لو عنده اكتئاب حتى حالته النفسية مش كويسة، متضايق زعلان، ممكن ناخد أدوية للاكتئاب. لو عنده شد في العضلات، العضلة شدة قوي، ممكن ان احنا ناخد باسط للعضلات. لو عنده مشاكل في المعدة، مشاكل في الهضم، مشاكل في التركيز، مشاكل في الذاكرة، مشاكل في المشي، في عندنا حاجات ممكن تحسن كمان المشي، في دواء دلوقتي ممكن نستخدمه لتحسين المشي في مرضى الأمس. إذن على حسب العرض اللي المريض بيقول لي عليه أو المريضة بتقول لي عليه لازم أكتب روشتة عشان المريضة تحس إنها بقت أحسن، إن الأعراض اللي عندها استريحت. ثالث محور في العلاج هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مهم جدا 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 في مرضى الأمس، وبالذات اللي عندهم مشاكل في الحركة ومشاكل في الاتزان. القصة مش قصة علاج طبيعي وبس، قصة تأهيل كامل. أي حد عنده صعوبة في المشي، أي حد عنده صعوبة في الاتزان، أي حد عنده صعوبة حتى في الإبصار في البلع، ممكن نعمل برنامج تأهيل شامل كامل لكل الأعراض الموجودة عشان نحسن من القدرة على المشي، نحسن من القدرة على الاتزان، نحسن من القدرة على الإبصار، نحسن من القدرة على البلع. المحور الرابع عندنا في العلاج هي الأدوية المعدلة لأداء الجهاز المناعي، ودي الخناقة الكبيرة. خناقة كبيرة ليه؟ عشان المريض بيقعد يتخانق معايا أنا همشي على الدواء ده قد إيه؟ لا، إحنا لازم هنمشي على الدواء ده مدة طويلة. مدة طويلة يعني قد إيه؟ سنين. سنين قد إيه؟ ما نعرفش، بس هي سنين. يعني طول العمر؟ لا، مش شرط طول العمر، ممكن يجي علينا وقت نبطل، بس على الأقل من دلوقتي قدامنا سنين. طيب الأدوية دي بتعمل إيه؟ الأدوية دي بتشتغل على الجهاز المناعي. الجهاز المناعي عندنا اتجنن، اختل، قرر ان هو يهاجم الجهاز العصبي. في الحالة دي الأدوية دي بتحاول تقنع الجهاز المناعي ان هو يهدى شوية، يعقل شوية، يبطل انه يهجم على الجهاز العصبي. عندنا أدوية كتير قوي حاليا حتى هذه اللحظة، حوالي 16 دواء في العالم كله لعلاج الأمس، علاج مناعي. اول واحد فيهم هو الانترفيرون، والانترفيرون ليه 3 انواع، نوع اسمه افونكس، نوع اسمه ريبيف، نوع اسمه بيتافيرون. التلاتة تحت مجموعة الانترفيرون وكلهم حقن. الأفونكس حقن بتتاخد مرة واحدة في العضل كل أسبوع، البيتافيرون حقن تحت الجلد يوم بعد يوم، الريبيف حقن 3 مرات في الأسبوع. هفضل ماشي عليهم قد إيه؟ اتفقنا هنفضل ماشيين عليهم لمدة سنين. إيه العرض اللي هم بيعملوه كأعراض جانبية؟ الأعراض الجانبية بتبقى بسيطة جدا، ممكن نحس بأعراض شبه أعراض البرد أو الإنفلونزا، وبالذات في أول شهرين أو 3 من استخدام الدواء. ممكن مكان الحقنة يوجعنا شوية، ممكن يعلم شوية، ممكن ساعات يرفع إنزيمات الكبد حاجة بسيطة، ممكن يأثر شوية على الحالة النفسية أو على الغدة الدرقية، ولكن كل دي أعراض جانبية بسيطة وطفيفة وبتحصل في عدد محدود جدا من الناس. المجموعة اللي بعد كده مجموعة الأقراص. عندنا أقراص اسمها أوباجيو اللي هي مادة التريفلوناميد، عندنا أقراص اسمها ماروفاركس أو ماركليروزس أو تكفيديرا، ودي مادة الدي ام اف، وعندنا أقراص اسمها جيلينيا. التلاتة دول أقراص، الأوباجيو مرة واحدة في اليوم، الجيلينيا مرة واحدة في اليوم، لكن التلاتة اللي هم بتوع مادة الدي ام اف بيتاخدوا مرتين في اليوم.
ليهم اعراض جانبيه، اكيد كل دواء ليه اعراض جانبيه. الاوباجيو من الحاجات اللي ممكن تاثر على الشعر شويه، ممكن تاثر على انزيمات الكبد شويه. الدي ام اف ممكن يعمل شويه مشاكل بسيطه في المعده، وبالذات في الفتره الاولى من استخدامه ممكن يعمل شويه توهج في الوش، نحس ان الوش سخنان شويه ومصهط شويه. والجيلينيا ممكن يعمل ارتفاع بسيط في انزيمات الكبد. الحاجات دي كلها بتحصل بمعدل بسيط جدا وبنسبه بسيطه جدا، لا تمنعنا مطلقا من ان احنا ناخد الادويه دي بامان تام. المجموعه اللي بعد كده من الادويه هي مجموعه المحاليل، الحاجات اللي بتتاخد في شكل محاليل. اول واحد معانا هو التايسابري. التايسابري بيستخدم محلول وريدي كل 4 اسابيع. تاني نوع معانا اسمه اوكريفس، اللي هي ماده الاكريلزوماب، وده بيستخدم محلول وريدي كل 6 شهور. عندنا دواء كمان شبه الاوكريفس اسمه مابثيرا او ريتوكسماب، وده بيستخدم مرة في الوريد كل 6 شهور، ولكن هو حتى هذه اللحظة مش واخد اعتماد من الـ FDA اللي هي منظمة الدواء والأغذية العالمية لاستخدامه في الـ MS. ولو اننا بنستخدمه كتير، واكيد كتير من اللي بيشوفوني دلوقتي ماشيين على العلاج ده، وهو علاج آمن وناجح. رابع مجموعة معانا هي مجموعة الأدوية اللي بتستخدم سنوياً. تخيلوا ان ممكن استخدم علاج مرة واحدة في السنة، وده في منه نوعين. في أقراص اسمها ميفنكلاد اللي هي مادة الكلادريبين، ودي بتستخدم مرة واحدة في السنة الأولى 10 أيام، يعني 5 أيام في الشهر الأولاني، 5 أيام في الشهر الثاني، ونقعد سنة بدون ما ناخد حاجة. بعد كده السنة اللي بعدها ناخد 5 أيام في الشهر الأولاني و5 أيام في الشهر الثاني، وبعدها نقعد لمدة 2 سنين ما بناخدش حاجة. يعني إحنا في 4 سنين خدنا 20 يوم علاج فقط، وده طبعا يعتبر سهولة كبيرة جدا في أخذ الدواء. النوع الثاني اللي بيستخدم سنويا هي محاليل اسمها ليمترادا أو الميتوزوماب، ودي عبارة عن محاليل وريدية بتتاخد 5 أيام في السنة الأولى و3 أيام في السنة الثانية، وخلاص الكورس خلص على كده. ممكن إن أنا أستخدم لاحقا محاليل تانية ممكن لو احتجت. من وسط كل الأدوية اللي احنا قلناها، احنا هناخد أنهي دواء؟ أنهي أحسن دواء؟ قول لي أحسن دواء وأنا هاخده على طول. الأمأس مفهوش أحسن دواء. يعني إيه مفهوش أحسن دواء؟ في أنسب دواء. إيه الفرق بين أحسن دواء وأنسب دواء؟ مش شرط الدواء القوي قوي قوي قوي، الشديد قوي 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 يبقى هو أنسب دواء بالنسبة لي. لا، أنا ممكن حالتي تبقى بسيطة وسهلة وفي الأول خالص محتاجش دواء قوي، ليه أبدأ بأقوى دواء؟ أنا ممكن أبدأ بدواء بسيط وسهل في الأول. وعشان كده إحنا لو الحالة عندنا بسيطة وسهلة بنستخدم الانترفيرون أو الأوباجيو أو الدي ام اف. لكن لو الحالة عندنا بقت أشد شوية ممكن نستخدم الجيلينيا. لو الحالة أشد وأشد ممكن نستخدم الحاجات الأشد زي الأوكريفس وزي الليمترادا وزي الميفنكلاد وزي التايسابري. مين اللي يقدر يحدد أنسب دواء بالنسبة لي؟ هو الطبيب المعالج ليا. ما ينفعش أنا أقرر إن هو هات لي أقوى دواء وأحسن دواء وأغلى دواء عندك، ما يهمكش أنا أقدر أجيب أي دواء. القصة مش كده، القصة في الدواء المناسب. ممكن الغالي القوي الشرس ده ما يبقاش مناسب للحالة بتاعتي، وبالتالي اللي يقدر يختار العلاج المناسب ليا هو الدكتور المعالج ليا. ليه مريض الام اس في الوقت الحالي اكثر حظا من قبل كده؟ يعني مريض الام اس اليومين دول محظوظ عن مريض الام اس من 10 سنين لاسباب كتير. اول سبب ان بقى عندنا وحدات متخصصه في كافه الجامعات المصريه. اول وحده اتعملت في جامعه القاهره في القصر العيني، وبعدها كل الجامعات المصريه تقريبا دلوقتي بقى فيها وحدات متخصصه في الام اس، وده بيتاح لنا ان احنا ناخد خدمه افضل. رقم 2، توفر الادويه. الادويه بقت متوفره مش بس في الصيدليات، لا، دي متوفره في نفقه الدوله والتامين الصحي. يعني الدواء القوي الغالي ده بقى متاح ليا بالمجان. الكلام ده ما كانش موجود من فتره قبل كده. لو بصينا على الخبر ده، الخبر ده منشور في جريده الاهرام من 10 سنين لما كان ساعتها الادويه بالخناق وبالمظاهرات. النهارده الادويه متاحه قدامنا، نختار منها الدواء المناسب لينا. اتمنى الفيديو ده يكون حسن علاقتنا بالام اس. اشوفكم على خير، والى اللقاء في حلقه جديده من حكيم اعصاب، وما تنسوش الاشتراك في القناه.